السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي تولز اسمها توجر دوت اي اي، بتعمل لك استيميتنج او تقدير للتكلفة للمشروع. مجرد ان انت ترفع الملف بتاعك وتقدر تحسب التكلفة هتكون قد ايه، بتعمل لك حصر وتقدير للتكلفة. اول ما ترفع الملفات تبدأ تحدد بعض النقاط الأساسية، هو يبدأ يساعدك في إن هو يعمل أناليسيس لكل العناصر الموجودة في المشروع. هو بتمسك على الجزء دوت بيبدأ يوريك هو فين والتقدير بتاعه دي. ففي درجة عالية من الدقة وبيقلل الوقت اللي بتاخده في عملية الحصر.